إن أعظم رفاهية بالنسبة لأي إنسان سواء كان كبيراً أو صغيراً هي القدرة على التحرك بحرية ودون قيود. فالقدرة على الحركة هي الشرط الأساسي لحياة مستقلة وذات مسؤولية ذاتية، ومع ذلك فإن حرية الحركة ليست مسألة بديهية. مهمة شركة إمبلانت كاست هي مساعدة الناس على استعادة صحتهم وقدرتهم على الحركة، وبالتالي نوعية حياتهم أيضاً. وشركة إمبلانت كاست متوسطة الحجم هي شركة متخصصة منذ عام 88 في التطوير والإنتاج بالغي التخصص، والمبتكرين للمفاصل الصناعية الأولية ومفاصل التقويم، وكذلك المفاصل الصناعية الخاصة بحالات الأورام. يقوم أكثر من 600 موظف مدربين تدريباً جيداً ومؤهلين تأهيلاً عالياً بإنتاج ما يقرب من 500 ألف منتج على أعلى مستوى كل عام في الموقع المثالي الواقع في بلدة بوكستهوت في ألمانيا. وتجمع شركة إمبلانت كاست في موقع الإنتاج الخاص بها بين العمل اليدوي الدقيق مع استخدام أحدث الآلات والتقنيات. تستخدم شركة إمبلانت كاست أحدث التقنيات بالإضافة إلى طرق التصنيع التقليدية مثل السبك بالشمع المفقود والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي، وهي واحدة من أوائل الشركات في ألمانيا التي قامت بتأسيس طريقة التصنيع بالإضافة لزراعات الغرسات المعدنية. يتم تنظيف الأجهزة الطبية وتعبئتها في منطقة تعبئة وتغليف تم التحقق من صلاحيتها لهذا الغرض وفقاً لضوابط صارمة لضمان التعبئة المعقمة المثالية. يمكن مركز الخدمات اللوجستية الذي تأسس في عام 2017 من التصدير الموثوق إلى ما يقرب من 80 دولة، ويساعد في هذا الصدد أيضاً نظام التخزين الحديث والأوتوماتيكي بالكامل، بما في ذلك التصوير المرئي عن طريق خاصية الالتقاط بالضوء مع أكثر من 15,000 مكان تخزين مخصصة للحاويات. يتم شحن منتجات شركة إمبلانت كاست إلى أي مكان في أوروبا خلال يوم عمل واحد، وتحصل على جميع المكونات التي تحتاجها لعملية آمنة. تولي شركة إمبلانت كاست أهمية كبيرة للخدمة على مدار الساعة لصالح المرضى، بما في ذلك التخطيط للعمليات وإجراء ورش عمل للأطباء وطاقم العمل في العمليات الجراحية والدعم خلال العمليات. ويمكن أيضاً تصنيع منتجات حسب الطلب. الشركات الدولية هي إثراء كبير، ولضمان التبادل المستمر للخبرات تستخدم شركة إمبلانت كاست تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في مركز التدريب والمؤتمرات الأكاديمي داخل المؤسسة. وفي الوقت نفسه تكون منتجات شركة إمبلانت كاست متوفرة في جميع القارات حول العالم، وتساعد الناس في طريقهم للتعافي. يكون التركيز عندنا على الإنسان في المقام الأول، ونحن نقدم الحلول لأفضل نجاح ممكن للعلاج. www.implantcast.de